قدامي يا ولدي غدروك ولدي اللي مات مغدور ولدي ولدي اللي خدم باش يمشي لدارو مات مغدور ولدي ولدي تقتل ولدي تقتل كان في الخدمه ديالو فاش خرج قتلو ولدي انا ما كنسمح شايف الدم ديالو ولدي يمشي ضحيه ولدي الحبيب ديالي راه هو تقتل هنا في طنجه وهو من مكناس انا ساكنه في مكناس تعيطوا عليا قالوا لي اجي ولدك راه مقتول اجيت غير المحسنين اللي جابوني وهما دابا اللي شدوا لي لابيلونس باش ندي ولدي لحدايا ولدي هو اللي خدام عليا وعندي خمسه ديال الدراري ما كيهضروا ما تيسمعوا هو اللي كيعاونني فيهم وانا مريضه انا عندي مرض الكلاوي عندي السياتيك عندي طانسيو اجمع الامراض فيا وانا ولدي هذاك ولدي هادو اللي قتلو بغيت حقي منهم ولدي ما ينزلش الارض انا كنطلب العالم الله كنسولو تيقولك مازال ما عرفناش انا كنطلب من الحكومه تحقق وتبين لي حق ولدي السيبه ما كايناش راه كاين المخزن في البلاد عاش الملك انا كنطلب حق ولدي وكنطلب الدم ديال ولدي ما يضيعش هادشي اللي كنطلب اجي وانا ما قديتش نهضر ربي ورانا مريضه حنا خويا ضاع منا حنا خويا ضاع منا مشى ضحيه مشى خلى ولدو يتموه على عائلتو شواونا فيه حرقونا عليه هو جا تابع غير طرف ديال الخبز جا من مكناس حتى لهنا لطنجة باش يخدم باش يعاون ميمتو ويعاون خوتو وتداروا له هذه الجريمة هذه اللي ما عرفناش شنو هي جريمة غامضة ما عرفناش شكون اللي قتلو خارج من خدمته مع العشرة ديال الليل والوحدات اللي لقاوه البوليس ميت في العمارة حجيت قالك العمارات ديال بوخالف حنا ما عرفناش حنا برانيين حنا جينا من مكناس من العمالة الحاجب حنا غير المحسنين اللي جابونا غير المحسنين اللي واقفين معانا غير المحسنين اللي معاونينا غير المحسنين اللي جاو وقفوا معانا هما اللي معاونينا حتى جينا لهنايا وحنا ما عرفنا لا فين نمشي ولا فين نجيو حنا بغينا الدم دخونا بغينا المخزن يدير القانون ديالو بغينا المخزن ديالنا يشد حقنا حقنا وعاش الملك هذه راه بلاد القانون بلاد الحق بلاد القانون بلاد الحق بلاد الحق هو ساكن في سنانه تما يا كاري وعنده وليد وعنده مراتو ويتموا على ولدو وهو ولد مخلص ما تيدابز ما كيدير حتى حاجه مقابل صلاتو ومقابل خدمته وغادي غير في جنب الحيط ما عرفناش شنو بغاو عنده ما عرفناش علاش داروا له هذا الشيء كاع ما عرفناش علاش كنطالبوا من الله والملك والمخزن يشدوا لنا حقنا بغينا هاد المجرمين يتعاقبوا كنتسناو يجي لدارو ما جاش كنعيطوا في التليفون لقيناه طافي ما عرفناش حتى توصلنا بالاخبار تعيطوا لنا المخزن وقالوا لنا ولدكم راه تقتل راه لقيناه مرمي في العماره غايرق في دمياتو احنا جينا دابا راه غير المحسنين اللي واقفين معانا هما اللي توقفوا معانا حتى جابونا تيخدم في القهوه شنو كطالبوا دابا تنطالبوا الحق ديالنا تنطالبوا هاد المجرمين يتعاقبوا بغينا المخزن يدير حقه يدير خدمته ما عرفناش قالوا لنا مات مقتول هادشي اللي قالوا لنا هنا في المخزن وفي الطبيب قالوا لنا مات مقتول حنا بغينا حقنا وبغينا هاد المجرمين يتعاقبوا بغينا نعرفوا شنو واقع حنايا راه غير برانيين هنايا حنا راه غير برانيين جايين منا واحد مكناس حنا راه غير برانيين وعاش الملك عاش الملك الله الوطن الملك الله الوطن الملك وهذا الشيء اللي غادي نقول انا الزميل والصديق ديال المرحوم رحمه الله السي عبد السلام خدام معنا في قهوه في اتجاه ديال سيدي ادريس
يوم الاربعاء سيد مشى الشغل ديالو كما العاده، يعني في على الساعه 9 او 9 ونصف مشى الشغل ديالو. على غدا يوم الخميس نهار الخميس سيد كنتفاجئوا سيد ما جاش للعمل وما علمش، يعني احنا تقلقنا عليه قلنا ما يمكنش السي عبد السلام انه ما نهار ما يجيش وما يعلمش. اتصلنا به مرارا وتكرارا، الرقم ديالو غير مشغول خارج التغطيه. اتصلت انا بواحد الاخ ديالي اللي هو بحكم الصديق ديالو عنده ديجا كانت كتجمعهم خدمه، يعني عارف الاصدقاء ديالو الاهل والاحباب ديالو. اتصل يعني استفسر الامر، يعني قال كيف السي عبد السلام كذا كذا ما جاش. اتصل بعض الاصدقاء ديالو وعائلته، يعني حنا تفاجأنا بان السيد قال لك اودي راه السيد رحمه الله، والسي عبد السلام من اطيب خلق الله، السي عبد السلام كان رجل طيب، والسيد كما كتشوفوا الاهل ديالو هو مقيم هنا في طنجه ومتزوج في طنجه، وحنا دابا حنا حيرنا، حنا خصنا نعرفوا الاسباب ديال الجريمه، يعني كيفاش السيد انه خدام في سيدي ادريس وساكن في مسنانه وغتتم العثور على الجثه ديالو يعني في مجمع سكني في اتجاه ديال بوخالف. حنا كنطالبوا من السلطه المعنيه بالامر بالتدخل وتفتح التحقيق باش نعرفوا الاسباب الملامسات لهذه الجريمه هذه. وبهذه المناسبه الاليمه كنقدم التعازين للاسره ديال المرحوم رحمه الله، واللهم اغفر لنا وله. وهذا الشيء اللي عندي.